الإنجازات اللي قام بها الجزائر في عدة مجالات لازم الصحافة الوطنية تبرزها، لأن اليوم واحد الحق يقال كان البعض كان يتكلموا على الإنجازات الكبيرة اللي رانا شايفينها وعايشينها، كان البعض اللي يتقلقوا كي يتكلموا على الإنجازات يركزوا على السلبيات، يكبروا السلبيات ويقزموا الإيجابيات والإنجازات الكبيرة اللي قام بها الدولة الجزائرية. لهذا احنا نتمنوا اليوم باش الصحافة تاعنا تبرز وتعطي حقها للإنجازات هذه الكبيرة محليا ودوليا، وتبرز كذلك مواقف الدولة الجزائرية، مواقف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.